بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه لطيف بعباده، وهذه الصفة ذكرت في القرآن الكريم في موارد متعددة، وهو اللطيف الخبير. اللطيف له معنيان: المعنى الأول إنه عالم بالشيء الصغير الدقيق، فالله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما يعلم بالأشياء الكبيرة كذلك يعلم بالأشياء الصغيرة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للطيف هو البار، من البر. الله عز وجل بار بعباده، يرحمهم، ومن بر الله سبحانه وتعالى ولطفه بمخلوقاته أن جعل كل شيء موزون، جعل كل شيء على طريق الحق. الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا باطلا، وكل شيء مخلوق إنما خلق على حسب الموازين الصحيحة، وإذا حدث هناك خلل أو إشكال فإنما هو بسبب أفعال المخلوقات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وإلا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، يعني كل شيء في موقعه ومطابق للواقع وصحيح. فلذا كل ما هو موجود في هذا الكون إنما هو على أسلوب صحيح. الله سبحانه وتعالى أودع في هذا العالم قوانين، سواء قوانين تشريعية أو قوانين تكوينية، كلها بالحق. القوانين التشريعية يعني الواجبات المحرمات. الله عز وجل لطيف بعباده، يعلم ما يصلح الإنسان مما يفسده، وهو بار بالإنسان أيضا، فلذلك جعل القوانين التشريعية تناسب حياة الإنسان وبصالح الإنسان. بس إذا واحد ما طبق هذه القوانين التشريعية المشكلة فيه وليس المشكلة في المشرع. وكذلك في القوانين التكوينية،
كل قانون في هذا الكون موجود، من الحرارة، من البرودة، من الرطوبة، من الجاذبية، هاي القوانين المختلفة التي العلماء، المهندسون، المخترعون أهم مهمة عندهم وأعظم شيء يمكن أن يصنعوه هو اكتشاف هذه القوانين، ومن ثم محاولة تطبيق حياة الإنسان على طبق هذه القوانين. يعني الطائرة اخترعت، شنو هي الطائرة؟ مجموعة قوانين أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم، قانون الجاذبة، قانون الفرار من الجاذبة، قوانين تتحكم على الرياح وما إلى ذلك. الإنسان اكتشف هذه القوانين ومن ثم حاول أن يطبق حياته على هذه القوانين، هاي صارت الاختراعات والاكتشافات وما إلى ذلك. وهكذا كل اختراع نفس الشيء، اكتشاف قوانين ومن ثم تطبيق الحياة على تلك القوانين، كلها بالحق على حسب الأصول الصحيحة. من جملة تلك القوانين التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم، وطبعا هذه القوانين يعبر عنها في القرآن الكريم بالسنن، والله عز وجل لن يغيرها. ليش؟ لأنها على الحق، والله عز وجل ما يغير الحق. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لماذا؟ لأن كلها على الحق، والله عز وجل لا يغير من حق إلى باطل. من جملة هذه القوانين وهي كلامنا هو أن الله سبحانه وتعالى من القوانين التي أودعها، السنن التي أودعها في العالم، هو أنه الشيء الصحيح هذا بالنتيجة يفرض نفسه، والشيء الباطل في النتيجة ينهار. هذا قانون وسنة جعلها الله في الكون، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. أكو مثل يقولون ما يصح إلا الصحيح، هذا إشارة إلى هذه السنة الكونية الإلهية. أي شيء صحيح القانون الإلهي يفرض ذلك الشيء الصحيح ولو بعد حين، وأي شيء باطل الله عز وجل يسبب انهيار ذلك الشيء الباطل ولو بعد حين. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني شنو إن الباطل كان زهوقا؟ يعني من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا العالم أن الشيء الباطل ينهار، ليس له بقاء. إذا الإنسان التفت إلى هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى في التكوين أو في التشريع جعل الحق وكل شيء خلاف ذلك الحق ينهار بعد حين، إذا حقيقة الإنسان إذا اعتقد بهذا الأمر وحاول تطبيق هذا الأمر يكون مفلح. الآية تقول والعاقبة للمتقين. يعني شنو العاقبة للمتقين؟ يعني الإنسان المتقي يعني على حق، طريقته، عمله، أسلوبه على الحق. طبعا ضمن هذا القانون العاقبة تكون إلى، النتيجة تكون إلى ولو بعد حين. أنتم الآن لاحظوا شيء، طبعا سابقا هذا أكثر كان، أي اختراع جديد يأتي غالب الناس يعارضوه. هسه الآن في هذا الزمان لكثرة الاختراعات وشوية ارتفاع وعي الناس يمكن هذه الحالة أقل. أي اختراع جديد الناس كانوا يعارضوا. ليش؟ لأن الناس متعودين أن يتعايشوا مع الشيء الذي ألفوه، تعلموه، شافوه. والشيء الجديد لأنه ما ألفوا، ما عرفوا، يعارضوا عادة. ولذا الناس كانوا يعارضون الأنبياء. لماذا؟ لأنه يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يعني ألفوا شيئا من اليوم الأول اللي فتح عينه بأسلوب خاص. هسه الآن واحد جاي يقول هذا أسلوبك باطل، طبيعي عارضه. أي اختراع كان يصير سابقا الناس يعارضوا،
ليش؟ لأنه مو مألوف. ولكن بعد فترة حينما يلتفتون إلى فوائد هذا الشيء وحاجتهم إليه، ذلك الشيء يغزو بيوتهم. فاليوم قرأت في إحدى الصحف أنه أول ما إجا الكهرباء إلى مدينة طهران، كان واحد من التجار اشترى مولدة، أو حسب تعبيرهم معمل ذاك الوقت يسموه، لإنتاج الكهرباء، اشترى من بريطانيا واستورد إلى طهران قبل أكثر من 100 عام. الناس قاطعوا الكهرباء، ليش؟ أولا هذا المعمل جاي من دولة أجنبية، الشيء الثاني خطر، لأن الكهرباء إذا أصابت الإنسان حسب تعبيرنا ينتل وقد يموت. وفترة هذا التاجر أوشك على الإفلاس، لأنه مشتري هذا المعمل يريد يبيع للناس الكهرباء زين ويسترجع أمواله. لكن اليوم في كل بيت أكو كهرباء، وإذا أكو في بعض القرى النائية مثلا في بعض البلدان ماكو كهرباء، هذا شيء مستغرب. لماذا؟ لأن الناس التفتوا إلى حاجتهم إلى الكهرباء. هسه إذا سابقا ما كان موجود، ما الآن اللي موجود باعتبار أنه يقضي مجموعة من حوائجهم ويسهل حياتهم، لذا إذا الدقيقة الكهرباء انقطع حس الناس يطلع. بس الحمد لله في هذه الأماكن الكهرباء ما ينقطع، لكن في العراق المساكين مع هذا الحر الشديد اللي بعض الأحيان يبلغ إلى 50 درجة، بعض الأحيان باليوم 16 ساعة 15 ساعة في عز الصيف كهرباء ماكو. على كل حال أسأل الله أن يسهل أمورهم وأمورنا وأمور جميع المؤمنين. إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، أو بالأصح عليه وعلى نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، لأنه في الرواية أكو أنه هالشكل، صلوا وسلموا على إبراهيم، عليه وعلى نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. إبراهيم الآية الشريفة تقول عن لسانه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني شنو اجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ يعني الذكر الحسن. إبراهيم كان على حق، صحيح واجه صعوبات، أرادوا قتله، ألقوه في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ثم اضطر للهجرة، والهجرة جدا صعبة، هاي كلها صعوبات. لكن لأنه كان على صراط مستقيم، الله عز وجل استجاب دعاه. هسه بالآخرة ذاك واضح، لكن حتى في الدنيا العاقبة للمتقين، هل الدنيا تنحصر في الأكل والشرب والنوم؟ لا. يعني إذا واحد من عندنا هسه قطع النظر عن الآخرة، قال له أنت شوية قتر على نفسك في أموالك حتى أبنائك يعيشون في رفاهية، يسوي هذا الشيء لو لا؟ نعم، كثير من الناس يقترون على أنفسهم، يرسل ابنه للدراسة مثلا الجامعة للحوزة، أو يوفر أموال لمستقبل أبنائه. ليش؟ هسه هذا قطع النظر عن الآخرة، لأنه الدنيا مو منحصرة فقط في الأكل والشرب والرفاه لنفس الإنسان، الإنسان أيضا يفكر في أبنائه، وهذا من الدنيا، في أحفاده، يفكر في الذكر الحسن، هذا أيضا من الدنيا. إذا واحد من عندنا خيره أنه كم يوم أنت تكون مرتاح، تأكل أحسن أنواع الأطعمة، وتشرب أحسن أنواع الأشربة، وتنام في أوفر الأماكن زين، ولكن الناس يذكروك بسوء، شنو تختار؟ الإنسان العاقل يختار الذكر الحسن. ليش؟ هذا مو مربوط بالآخرة، هذا مربوط بالدنيا، لأن الدنيا لا تنحصر في بعض الملذات الجسدية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآخرة مضمونة، نبي من أنبياء الله، من أولي العزم، ولكن مع ذلك يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. صحيح كان واجه بعض الصعوبات، ولكن لأنه على حق، الله عز وجل جعل له لسان صدق في الآخرين. يعني الآن المسلمون يذكرون إبراهيم بخير، النصارى يذكرون إبراهيم بخير،
اليهود يذكرون إبراهيم بخير عليه وعلى نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وأما عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بالعكس، هذا السلام والصلاة عليه أول يذكر النبي بعدين سائر الأنبياء، الاستثناء في إبراهيم فقط. عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، الله عز وجل بالنسبة إليه يقول وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. طبعا عيسى ولادته من غير أب بإعجاز، بعدين اليهود اتهموا أمه وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وإلى يومنا هذا هذا البهتان موجود، طبعا لا يجهرون به لكن هذا اعتقادهم. زين، والإنسان مهما كان يمتلك من المواصفات الإيجابية لكن إذا هو متهم في أمه هذا في المجتمع ما إلى وجاهة، وإنما يغمز عليه يتكلم عليه حتى إذا كان بريء من التهمة. لكن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لأنه كان على حق، هذا حسب السنة الإلهية، وجيها في الدنيا، الوجاهة اللي عيسى عنده ما عند أي نبي آخر، حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وله المنزل العظيم عند الله سبحانه وتعالى وهو أشرف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى خلق الأفلاك لأجله، لولاك لما خلقت الأفلاك، وعند هذه الوجاهة الدنيوية. لكن وجاهة عيسى أكثر لأنه النصارى يقبلون عيسى ولا يقبلون محمدا صلى الله عليه وآله، الآن أكثر البشرية يعترفون بنبوة عيسى، بل البعض أصلا يوصل إلى مرتبة الألوهية، وهذا الشيء هذا الاعتراف ما موجود بالنسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذا بسبب شنو؟ مع أنه هذه التهمة وهذا البهتان موجود بسبب أنه على طريق صحيح. الله عز وجل جعل من سنة الكون أنه ما دام على طريق صحيح يكون العاقبة إليه. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولاقوا ما لاقوا من المصائب. أكو فد رواية البعض يتساءلون عن هذه الرواية، رواية تقول للباطل جولة وللحق دولة. جولة يعني إذا واحد ركب فرس وجال جولة هذا يسمى جال جولانا. زين، كم دقيقة واحد يركب الفرس؟ كم دقيقة يجول؟ لحظات، دقائق، نص ساعة، قول ساعة. لكن الدولة يعني الاستمرار. للباطل جولة وللحق دولة. البعض يتساءل أنه أهل البيت اللي حكم منهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 5 سنوات والمشاكل اللي من الجمل وصفين والنهروان وما إلى ذلك، وبقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لم يحكموا. بني أمية حكموا ما يقارب 100 عام، 90 سنة تقريبا أو أكثر من 90 سنة. بنو العباس حكموا 500 عام، بنو عثمان حكموا 600 سنة تقريبا، شوية أقل، 50 سنة. كيف للباطل جولة وللحق الدولة؟ نشوف الدولة كلها للباطل. جواب، إذا فد واحد ينظر إلى المسألة من باب أنه واحد أكل أحسن الأطعمة وشرب أحسن الأشربة وتأمر كم يوم على الناس، يتصور الدنيا هي هذه. إيه، الإشكال يكون وارد، بس الدنيا مو هاي فقط، هذه أيام تنتهي، الدنيا مو فقط هذه، أكو الدنيا الذكر الحسن، أكو الدنيا الحكومة على القلوب، أكو الدنيا الاستمرارية، هذه الدنيا مو ذيك. أكو بعض الناس الآن عندنا في مجتمعاتنا، يمكن أنتم تعرفون البعض أيضا منهم، يمكن عنده أحسن البيوت لكن ما عنده وجاهة في الاجتماع. هل واحد من عندنا مستعد أنه سمعته ما وجهه يراق مقابل أنه يعيش في أحسن البيوت؟ الإنسان العاقل ما يقبل، وإذا واحد قبل ففي عقله خلل أصلا. ليش؟ لأنه الوجاهة ماء الوجه أهم
من الجلوس والسكن في دار راقية مثلا. الإنسان العاقل هكذا يكون. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الدنيا لهم، أما أعداء أهل البيت أكلوا كم يوم، شربوا كم يوم، استفادوا من خيرات الدنيا بحلال وحرام كم يوم انتهوا، لكن أهل البيت باقون. الآن من الذي يحكم قلوب الناس؟ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. حتى النواصب الذين يعادون أهل البيت مثل الوهابين وأمثالهم، ذولا ما يجرؤون بأن يجاهروا ببغضهم لأهل البيت. طبعا أفعالهم أقوالهم تكشف، لكن ما يجرأ. لماذا؟ لأنه أهل البيت يحكمون القلوب. هذه قبورهم، مهوى الأفئدة، وهذه ذريتهم محترمة، وهذه كلماتهم من نور، لكن أعداء أهل البيت أنت خلاص ماكو شيء. حتى ذرياتهم يخفون نسبهم. فاليوم أنا كنت في مشهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، التقيت بشخص خطيب، يعني هو من الخطباء الجيدين من المشايخ، فهو ذكر لي خفية، ذكر لي قال إحنا من ذرية مروان بن الحكم لعنة الله عليه. زين هكذا، لكن ذرية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يفتخرون في كل مكان. مو هذا العاقبة الدنيوية، هسه الآخرة غير شيء. وهناك ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الدنيا لهم، كل إنسان على طريق مستقيمة الدنيا له. صحيح يتعرض لمصائب، مشاكل، صعوبات، لكن هذه المشاكل والصعوبات أيام تنتهي. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، هاي المصائب والمصاعب كم ساعة كانت؟ ساعات. كل يوم يومين ثلاث أيام انتهت. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مصائب، في سجون، في كذا، كم يوم انتهت المشاكل المصائب تنتهي. بعدين مثل طيف، إحنا الآن إحنا كل واحد من عندنا لعله عاصر أزمات مشاكل في حياته، سواء الحياة الأسرية أو الحياة الاجتماعية أو مشاكل سياسية، لكن الآن لما يفكر يشوف كأنه طيف رؤيا وانتهت. الحق هو الذي يبقى، جاء الحق وزهق الباطل. بعدين في ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفي الرجعة ذاك بحث آخر أيضا، هذا ضمن الدنيا، لكن إحنا ما نريد نتكلم في هذا المجال. فعلينا أن يختصر الكلام، فعلى كل واحد منا يكون مطمئن ويعلم بأنه كل شيء جعله الله في هذا الكون من الأحكام الشرعية أو الأمور التكوينية هذه بالحق. إذا اعتقد بهذا الاعتقاد راح يحاول أن يطبق حياته على ذلك الحق، وإذا طبق حياته على ذلك الحق هو اللي يكون الربحان في الدنيا قبل الآخرة، وإذا ما طبق حياته على أحكام الشرع هو الخسران في الدنيا قبل الآخرة. غضب وذلة في الحياة الدنيا. أي واحد ابتعد قيد أنملة عن أحكام الشرع، هم الله يغضب عليه يعني يعاقبه، وهم يذله. وما أكثر من رأينا من الناس الذين ابتعدوا عن جادة الشرع، الله عز وجل أذلهم وجعل المسكن فيهم في ذريتهم، الذكر السيء لهم والخسارة بالنتيجة، يعني ما يستفيد من دنياه حتى، والآخرة هم معلوم. فعلينا دائما أن نكون ملتزمين بأحكام الشرع. وأنتم الآن جايين في زيارة السيدة المعصومة سلام الله عليها، زيارة الإمام الرضا، هذه أماكن الله عز وجل يفيض الرحمة ويصب الرحمة على زوارها صبا، لكن الإنسان لازم يستفيد من هذه الفرصة ويشحن نفسه. الإنسان يحتاج إلى الشحن المعنوي، زين يشحن نفسه فتشحن أقلاً فتسنة كاملة، هذا الشحن يكون باقي إلى أن السنة الجاية أيضاً الله يوفقه لزيارة هذه الأماكن المقدسة، يستفيد من هذه الفرصة. والله سبحانه وتعالى له أوقات
وله أماكن كما في بعض الأحاديث الشريفة يصب رحمته صبا في تلك الأوقات أو في تلك الأماكن. الحديث الشريف يقول فتعرضوا لها، يعني مثل مطر دا يجي أنت روح تحت المطر حتى تستفيد من هذه الرحمة، فتعرضوا لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يرجعكم سالمين إلى سالمين بحق محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها